مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وهفضل أقول مليون مبروك. النهاردة فرحتنا فرحة مش عادية الحقيقة. النهاردة خلاص مجهود موسم كبير قوي بنشوفه النهاردة في بطولة أفريقيا، ولما بنقول الأهلي بمن حضر ده مش كلام مرسل. قلنا إن صورة بتساوي ألف كلمة. النهاردة قد إيه أثبتنا إنه الأهلي ما بيقفش على حد، والأهلي مكمل في طريقه. مدرب يجي مدرب يمشي، موسم طويل صعب، كورونا، لاعب يمشي لاعب يجي، كل ده ما بيفرقش. مش هيجي اكتر من نجوم كبار واعتزلوا، ولسه الاهلي مكمل في الانجازات والانتصارات. الف مليون مبروك لحضراتكم مره ثانيه. حقيقه يمكن ما زلنا مستمرين مع حضراتكم، واحنا داخل مقر نادي الاهلي في الجزيره سامعين احتفالات، سامعين كلاكسات، سامعين في تتش هتافات. حقيقه جماهير النادي الاهلي مستمره في الاحتفال ببطوله غاليه جدا وحشتنا، بقى لها يمكن 7 سنين غايبه عننا، لكن تبقى البطوله دي قلت ليها طعم خاص جدا من زمان، وقلت انه احساسنا بيها صعوبه المشوار ولقاء النادي الاهلي مع الزمالك في نهائي يزيد من غلاوتها ويزيد من حلاوتها. طبيعي جدا نكون كلنا فرحانين، وطبيعي كل واحد اهلاوي في مكانه يكون فرحان للكيان، لكن بالتاكيد فرحه مجلس اداره النادي الاهلي فرحه مضاعفه، لانه بالاضافه لانتمائهم للنادي الاهلي زيهم زي الجماهير وزي اللعيبه وزي الجهاز، هم كمان عليهم حمل المسؤوليه اللي نجحوا فيها ان هم يوصلوا لهدف غالي جدا على اكثر من 80 و 90 مليون اهلاوي، هو التتويج. لحظه التتويج اللي حضراتكم شفتوها وراها مجهودات كبيره جدا لحظه بلحظه متابعه في كل التفاصيل. حقيقه يمكن بيشرفنا من اعضاء مجلس الاداره الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. اهلا بيك يا استاذ طارق، والف الف مبروك طبعا. الله يبارك فيك. وبيشرفنا كمان استاذ محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيك يا استاذ محمد. أهلاً بيك. يا احمد الف مبروك ليك. اهلا بيك. اهلا النهارده بالتاكيد يعني احساسكم بلحظه التتويج، يعني بالاضافه زي ما كنت بقول لانكم اهلاويه، لكن طبعا كاعضاء مجلس اداره في احساس بانه المشوار انتهى والهدف اتحقق، وان كل لحظه تعب وكل لحظه مجهود عشان نوصل للهدف ده الحمد لله كانت تستاهل. احساسك ايه يا استاذ طارق النهارده؟ طبعا الاول الف مبروك لملايين الاهلاويه اللي في مصر والعالم العربي كله، يعني الحمد لله. يعني انت طبعا متخيل كم الفرحه اللي موجوده في الشارع المصري، يعني الشارع المصري ما مش هينام الليله دي يعني. فحاجه جميله، الف مبروك للجماهير العظيمه تستحق كده واكتر كمان. جمهور النادي الاهلي جمهور ملوش حل في الدنيا. جمهور قبل الماتش كان بيقول هو ماتش كوره، حتى لو لا قدر الله خسرنا البطولة احنا ورا النادي. هو ده الجمهور اللي ورانا في كل المحطات حقيقي اللي قابلناها خلال دورتنا في مجلس الإدارة. طبعا زي ما حضرتك قلت البطولة دي غالية علينا قوي لأنها غايبة زي ما حضرتك تفضلت بقى لها 7 سنين. الحاجة الثانية إن هي تتويج لعمل الحمد لله كان دؤوب من كل العاملين في النادي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب. النهارده البطوله دي برضو انا يعني حته كابتن محمود الخطيب كان ليه يعني باع طويل الحمد لله في اداره الملف الحساس بتاع الكوره. لسه حضرتك كنت تفضلي بتقولي ان في مدرب بيتغير وفي قابلنا صعوبات، ده موسم كورونا، موسم تغيير مدير فني، مدير فني لظروف طارئه، الراجل سافر، ما حسناش كاعضاء مجلس اداره بعبء الملف ده مطلقا. اداره كابتن محمود الخطيب بمنتهى الحرفيه اللي في الدنيا، وفي الجلسه اللي تم فيها اللي هي استقاله المدير الفني او ريني فايلر، وفي نفس الوقت هي الجلسه دي اللي تم فيها تكليف مدير فني اخر موسيماني باداره فنيه للفريق. موسم كورونا وموسم قابلت فيه كل حاجه كنادي اهلي ممكن تتخيلها، تجاوزات وخلاف وي وي وي، وظل النادي الاهلي محتفظا بهيبته وشخصيته، وربنا كرمنا في النهايه بالبطوله الجميله دي. طبعا اكيد يا فندم. عايز اخد من كلام حضرتك واروح لدكتور محمد. زي يعني ما كنا بنقول انه قد ايه موسم صعب وطويل واستثنائي وكله انتقادات وهجوم على النادي الاهلي في عز ما احنا بنتوج بالدوري قبل 7 اسابيع وبرده انتقادات، بناخد افريقيا وبنسمع كلام كتير قوي. قد ايه كنتوا حريصين جدا على ان دايما يكون الرد احنا ردودنا تبقى افعال مش اقوال، كان دايما مجلس اداره النادي الاهلي ده موقفه. مظبوط، هي الحقيقه كانت فعلا سنه كانت صعبه جدا، كانت صعبه على الجميع. يعني السنه دي سنه استثنائيه بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا كانت سنه يعني مليانه طبعا مهاترات ومليانه بضغوط كتيره، ما كانتش سنه ماشيه بشكل طبيعي.
لكن الحمد لله يعني هو كل مجتهد نصيب، والحمد لله ان احنا كنا يعني مركزين دايما في الهدف احنا نشتغل. هو كان دايما الكابتن محمود يقول لنا يعني يا جماعه لو في كلام بيتقال بره، في مهاترات، في خلافه، انتوا ردكوا دايما بالشغل، يعني كل ما المهاترات دي بتزيد او الكلام ده بيزيد احنا شغلنا بيزيد. فالحمد لله يعني ربنا في الاخر ما بيضيعش تعب حد، يعني كرمنا النهارده باغلى بطوله غايبه 7 سنين على النادي، فالحمد لله يعني. بس دي بطولتنا المفضله، هي تغيب تغيب بس هي بتاعتنا برضه. طبعا لازم ترجع لنا في الاخر. هي بطوله النادي الاهلي مفضله فعلا. وكنا قريبين منها في كذا مناسبه يعني في السنين اللي فاتوا، صحيح 17 و18 بالظبط، لكن ربنا ما قدرش وقتها، ما كانش فيه توفيق. النهارده الحمد لله كان فيه توفيق، بيكلل مجهودات ناس كتير جدا جدا، على راسهم كابتن محمود الخطيب، يعني يتحمل ما لا يتحمله بشر في الفترة اللي فاتت. يعني انا بدايه يعني حتى يمكن في كاس العالم، يعني انت عارف فرحه المصريين هم يوصلوا، حلم المصريين ويوصلوا كاس عالم بيبقى حلم كبير جدا وفرحه كبيره جدا، بس انا ما شفتش في شوارع مصر فرحه زي اللي شفتها النهارده في احتفالات جماهير النادي الاهلي بالكاس او بالبطوله من زمان قوي. يعني بقالي كتير قوي ما شفتش الناس في الشوارع والناس حاله الفرحه وحاله الانطلاق دي بقالها كتير قوي. لسه بقول استاذ طارق انا جاي من الاستاد، يعني في ساعتين احنا جايين، في ساعتين شفنا يعني ملحمه من السعاده ومن الاحتفالات، ودي كانت بالنسبه لي يعني كانت يعني احلى حاجه في السنه، ان انا في الطريق اللي فات ده اللي هو الساعتين دول شفت يعني كل جماهير الاهلي مبسوطه. كمان معانا على الهواء صوت الاحتفالات بره والكلام لسه لحد دلوقتي شغاله، فالناس تستحق تفرح. أكيد. ده قدر النادي الاهلي الحمد لله هو دايما رقم واحد. غابت عننا شويه لكن رجعت الحمد لله تاني، وزي ما استاذ طارق قال يعني ده تعب ناس كتير، مش مجلس اداره بس، مجلس اداره طبعا وكابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره، لكن يعني لازم نشكر كل عايز اعرف منكم، لانه برضو الناس يعني كنت حتى بتكلم مع العميد محمد مرجان من شويه، انه الناس عينيها على الناس، الجماهير الاهلي ما بتتابعش بطولات، يعني احنا عندنا بطولتين مهمين جدا، لسه كاس مصر يمكن ان شاء الله لو ربنا كرمنا وصلنا الفاينل يوم 5، وعندنا سوبر افريقيا يوم 10، بعدين عندنا بعد كده كاس عالم. هل بنتكلم على انه المجلس هيبص دلوقتي انه حققنا الهدف الاكبر بطوله افريقيا فهيبقى في مرحله تقييم ويبقى في كشف حساب، ولا احنا هنكمل زي ما احنا ماشيين كده لغايه لما نوصل بعد كاس سوبر افريقيا ونقف ويبقى لينا وقفه مع مرحله التقييم بقى استاذ طارق؟ يعني كعادتنا في النادي الاهلي في تخصص، وفي نفس الوقت بنحترم الكلام ده، واحنا بنعتبر ان السيزون مستمر، يعني في تكليف بالاشراف على الكوره من مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب. أيوة. في لجنه تخطيط شغاله معاه. الحمد لله، وهو ده سبب نجاح النادي الاهلي، ان هم عندهم النظره وعندهم الهدف وعندهم البلان اللي محطوطه لكل الفترات الجايه. أيوة. فدي ان شاء الله ما يتقلقش عليها، وفي نفس الوقت مش مجال البحث، لان في ناس مكلفه بانها تعمل بالملفات دي. ومجلس الاداره الحمد لله في ظهرهم وكله ثقه في كده، فاحنا بالنسبه لنا الموسم يعني مستمر، شغال ومستمر. دكتور محمد، لو رحنا يعني زي ما احمد بيقول كده، جمهور الاهلي ما بيشبعش، يعني دلوقتي عينيهم على مش بس سوبر افريقي وكاس مصر، لا كاس العالم للانديه كمان، ويمكن كمان يا احمد شفت دلوقتي على تويتر بايرن ميونخ بيبارك للنادي الاهلي وبيقول من البايرن بطل اوروبا طبعا الاهلي بطل افريقيا، مستنيينكم في كاس العالم للانديه، عينينا من دلوقتي على كاس العالم للانديه. مظبوط، ودي مش حدث جديد على النادي الاهلي الحمد لله، يعني النادي الاهلي من اكثر الانديه اللي في العالم المشاركه أو حققت مشاركات في كاس العالم للأندية، فبالتالي النادي الأهلي مش غريب على البطولة. الحمد لله حققنا قبل كده مراكز متقدمة زي المركز الثالث في البطولة، فإن شاء الله بإذن الله أكيد النادي الأهلي دايما بيبقى عينه إن هو مش تمثيل مشرف، عينه إن هو بيدخل أكيد. أي حدث أي بطولة بيبقى عينه إن هو المنافسة أكيد، لكن طبعا يعني إن شاء الله بنتمنى يعني كل التوفيق للفريق. إحنا بنثق جدا في الجهاز الفني، بنثق في اللعيبة اللي لازم نبارك لها النهاردة، كانوا على قدر الحدث، كانوا رجالة، كانوا على قد المسؤولية. مباركتنا للجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله هم قادرين باذن الله يكملوا يا رب مسيره البطولات دي، وان شاء الله يرفعوا اسم النادي الاهلي في كاس العالم ان شاء الله. وده احنا بنشوفه دايما، سواء شاركنا في كاس العالم او في مؤتمرات بره بنحضرها، دايما بنشوف احترام الانديه العالميه الكبيره للنادي الاهلي. أكيد. يعني ده مش جديد على النادي الحمد لله، يعني ده في مصاف الانديه العالميه احنا طبعا. دايما بنقول كده. استاذ طارق، انت كنت بتسافر مع الفرقه في ماتشات
المشوار دوري افريقي او دوري ابطال افريقيا في الخارج. خلي بالك كان وشه حلو عليه البطوله ما شاء الله يعني شارك في كل احنا السنه دي حقيقي انا كنت بقول ده مش عشان انا بحب النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي لكن هو واحد من اقوى المشاوير اللي خدها الفريق في البطوله طبعا انت باستثناء ماتش النجم الساحلي ما خسرتش ولا مباراه محقق ارقام قياسيه على مستوى اقوى هجوم اقوى دفاع اقوى نسبه استحواذ فانت يعني متساد القاره يعني بالنتيجه وبالارقام يعني مشوار اكثر من هيك. وانا اللي كنت محظوظ طبعا يعني ان انا يعني سواء رئيس بعثه او مرافق لكابتن محمود الخطيب. وطبعا شهاده حق يعني اللي انا شفته من اداره الكابتن محمود الخطيب لكل السفريات دي. يعني الحمد لله كان النادي الاهلي هو برضو النادي الاهلي بشخصيته اللي هي لما تسافر معاه تحس بقمه الانضباط والتركيز. مش الحالات الترفيهية وكان طبعا تواجد كابتن محمود الخطيب في السفريات دي كان ليه عامل مؤثر جدا عشان كابتن محمود الخطيب كان رئيس البعثة في الهلال وسان داونز والوداد المغربي ثلاث محطات كانوا صعبين جدا طبعا وكان ليه الحظ مرافقته فيهم يعني بس ثلاث محطات دول هم اصعب بالظبط كده يعني ماتش الهلال وكان ناس كتير تقول ان لان كان الحاله من الشحن هناك كان اصعبهم ده متهيألي يعني في الاحداث اللي حصلت في الاخر كمان والحمد لله لا وسان داونز برضه صعبه انك لا قصدي الاحداث اللي حصلت في ماتش الهلال في اخر 10 دقائق دكتور محمد كانت لو تفتكر كمان احنا رحنا السودان جو كان شحن غير طبيعي عدت المحطة دي أما رجعنا مصر طبعا الطبيعي بتاع أي فريق أنه يقدم شكوى في اللي حصل في الاستاد هناك من الإخوة السودانيين يعني شوية شحن زيادة والكلام ده وكانت الأجواء في مصر يعني بتدقك لكده يعني ومع ذلك حكمة النادي الأهلي في مراعاة البعد الوطني والقومي وعلاقات الدول بعضها طلع كابتن محمود الخطيب طلع بيان وقال بالعكس بنحترم كل وبنشكر السودان على الاستضافة وما فيش أي حاجة عشان فريق الهلال ما يقعش عليه أي عقوبات من الاتحاد الأفريقي. فالحمد لله يعني وبعدها برضو سان داونز يعني صعب جدا إن أنت قبلها بشهور تكون مغلوب بسكور عالي من الفرقة دي وفي نفس الوقت ربنا يكرمك هناك تؤهل للدور اللي بعده من قلب جنوب أفريقيا. الوداد برضو الحمد لله يعني كانت نتيجة 2-0 كانت نتيجة ممتازة في ظل برضو كل يعني بقول لحضرتك موسم كورونا تغيير مدير فني اجواء غير طبيعيه موجوده كل دي ملفات كانت تؤدي يعني هي بتوفيق ربنا صعوبه المشوار تزيد من حلاوه النجاح دايما دايما لما تعرض على حضراتكم يعني كان في سي في كتير سبيس كتيره لكذا مدير فني في وقت فعلا صعب جدا وحاسم جدا هل كان اختيار موسيماني من ضمن الاسماء المعروضه صعب قرار صعب ولا كان في اتفاق ان موسيماني هو الاصلح والاقدر للمرحله دي بس انا اكد على كلام برضو استاذ طارق ان احنا تخصص في النادي الاهلي ده بنحترمه جدا يعني في لجنه فنيه احنا بنثق فيها كل الثقه كابتن محمود هو المفوض من مجلس الاداره بالاشراف على كره القدم فبيبقى ممكن ليهم طبعا كل الشغل للناس يعني عملت شغل اكتر من هايل بصراحه في الاختيار فعلا في الوقت ضيق مدير فني مميز زي موسيماني دارس طبيعه النادي الاهلي كويس قوي دارس طبيعه الانديه الاخرى اللي بتنافسنا ان هم يعملوا الديل ده في وقت قصير جدا والراجل يجي والانسجام يبقى سريع مع الفرقه دي حاجه الصراحه تحسب للجنه الفنيه الحمد لله وده يعني ثقه مجلس الاداره دايما بتكون في محلها طبعا في صحيح اللجنة الفنية. من اللحظه اللي حققنا فيها التسعه او دلوقتي الشعار بقى التسعه في الاهلي خلاص الجمهور بيحلم بالعشرة يا اهلي ان شاء الله انا في الطريق وانا ماشي كل ناس يعني مبسوطه وبتشاور 10 فانا يعني فالخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله رقم بيبو كان رقم كمان لا وهيبقى رقم قياسي اعتقد من الصعب انه حد يكسره خصوصا انه انت بتتكلم على انه الثاني والثالث وراك في الترتيب 5 و5 فانت هتكون في مكان ثاني خالص نتمنى سيزون قوي جدا ونتمنى مزيد من النجاحات والتوفيق ليكم طبعا وتكونوا على قدر المسؤوليه مسؤوليه كبيرة ومقدرين تماما حجم المجهود ومش سهلة بس في اللحظات دي بننسى أي لحظة تعب وبننسى أي مجهود اتبذل عشان نوصل للحظة نجاح ونتمنى إن شاء الله إنها تتكرر بنبارك لكم مرة تانية وألف إحنا كمان عايزين نبارك لكم زي ما باركنا للجمهور وكل العاملين في النادي وطبعا موظفين النادي وأعضاء النادي اللي في ظهره دايما عايزين نبارك لقناة الأهلي يعني كانوا وشها حلو علينا بعض التطوير والحمد لله عاملين شغل هايل وإعلام نقي يعني
يعني اعلام محترم يعني ده بنتشرف بيه الحمد لله. ان شاء الله كده دايما تستمروا بهذا الشكل ان شاء الله وبارك لكم ان شاء الله. هو لو اذنت لي بس يعني مع التتويج اللي هو طبعا كره القدم هي بتاخد الكريمه الاكبر على مستوى العالم في ظهورها ولما بتتوج بيها, بس ده ما يغفلناش على كم الانجازات اللي حصلت وكم الناس اللي تعبوا خلال الفترات اللي فاتت جوه النادي في ملفات كتيره جدا. طبعا اكيد ملف الانشائي, ملف الانشائي, ملف الهندسي, محمد مشارك, دكتور محمد مشارك في اللجنه الهندسيه عارف كويس قوي. أيوة. يعني الحمد لله قدر اللي بيبذله مثلا مستشار سامي علي كامل يعني الالعاب الجماعيه كلها كابتن رفع بقى في دعم لا مسبوق في كل النشاط الرياضي يعني بطولات السنه دي الحمد لله بطريقه ممتازه وهايله. فكل يعني عايزين نقول كل التروس اللي شغاله في النادي يعني الاهلي يعني التركيز في كل الملفات فعلا أكيد. ربنا كلهم كرمهم النهارده بالتتويج برضه يعني لان الكوره بتخلي كله بتبروز وكله طبعا بيبقى سعيد لان صحيح. النادي الاهلي في النهايه يعني بروزه في الكوره والاكثر حظا للبطولات على مستوى العالم حقيقي. هو النادي الاهلي الحمد لله بنبارك لكم مره ثانيه الف الف مبروك الحمد لله وان شاء الله باذن الله تكون امتداد لمشوار ناجح وان شاء الله مستنين او جماهير النادي الاهلي مستنيه اكتر واكتر. شكرا لحضرتك. شكرا.